عندينا يجي الولد وفي يده نبوت، من يوم ميلاد الولد والحد يوم موت. ياما في العوايل هوايل بتعدي بالعزوة، واللي يفوت عزوته قطر الحياة يفوته. كل الجراح بالصبر يا ولادي بكرة تطير، جينا الحياة عالشقا وكبرنا عالتحطير. هو الزمان ده كان له نصيب فينا، ولا احنا يا هلا الله لينا بزماننا نصيب. أنا يعني مهما أتشكر لكم للكرم، كل حد فيكم من أكبر واحد بالكبار في السن، بالعيال، بالستات اللي ضيفونا وطبخوا وعزمونا ودخلونا بيوتهم. الكرم اللي بنسمع عنه من الصعايدة واللي بنشوفه في الافلام قليل اللي انا شفته النهارده. والله احنا حسينا ان انت مش من على بحري. راسنا احنا من حسيناك ان انت منينا يعني. انا منكم. والله العظيم يعني مش من بحري ولا من القاهره ولا من اي شيء. والله يرحم والدتي. الله يرحمها يعني. والله يرحم والدك. الله يبارك لك. من ساعه ما جينا واحنا بنسمع عنه حاجات زي الاساطير. الله يبارك لك والله يا استاذ. ونعم الخلف. الله يبارك لك يا استاذ، والله ده كله من كرمك والله. عمدة محي، احنا النهارده هنكلمك عشان موضوع التحطيب ده. ايه معنى التحطيب بالنسبه لك؟ التحطيب دي ليه قانون وليه احترامه. ايه قانونه وايه احترامه؟ قانون اللعبه دي طالما انت نزلت فيها في اللعب مش ليك دية فيها يعني. لو انت اتخبطت او اتعورت او اي شيء ماليش، مش ليك فيها اي حاجه. حتى لو مت تموت برضه محدش. انا سمعت ان اللي بيموت من التحطيب ملوش دية. ملوش دية فيها دي. طبعا احنا هنا بنجيب الناس لحبايبنا اللي زي اللي انت شفتيهم دول، بنيجي مثلا في افراح، في مولد، في اي شيء بناجي بندي برضه الاحترام. الكبير الاحترام والصغير الاحترام والعصايه اللي احترامها. والعصايه اصلا ليها اصول يعني، ليها اصول في اللعب نفسه زي ما انت شفتي برضه. في السلام وفي السده وفي دي وفي دي وفي دي، بتبقى معامله محبه. حتى لو انا مثلا الاكبر مني جاب فيها دور او باب، انا بستقبل باب يعني نقطة جات يعني. فيك مثلا جات في راسي، جات في جنبي، جات في رجلي. هو كل الحركات دي عشان اللي بيحطها بيحمي راسه. ايوه عشان يقدر يجيب حاجة. هو اهم حاجة في البني ادم كله الدماغ راسه. يعني هو لو جاب حاجة تحت مش مشكلة. طب خلينا واحدة واحدة، اصولها دلوقتي مش زمان عشان اكثرك، اصولها دلوقتي ان انا ما اعورقش. ايه الاصول؟ ايه المفروض اعمله؟ الاصول اللي انا لما اجي العب معاك عادي اشيل لك اشارة. ان انا مثلا حبيت مثلا اجيب فيك دور او اعمل فيك اي حوار اشرها لك اشاره، مش اجيبها مش اموتك. مش اموتك. حاجه خفيفه، حاجه كده اسمها علام يعني. اوريها لك راحه كيف وجايه كيف. وطبعا في وشفت واحد فيكوا عمل كده في الثاني ضحك والثاني ضحك. ايوه. وبعدين حتى برضو لو اتعوروا مع بعض او ضربوا بعض في الاخر بيصالحوا بعض. مفيش حكم عشان الدنيا ما تشدش. لا لا، مفيش غير اللي هو ايه، يكون مثلا صاحب الفرح زي حالتي انا مثلا، قاعد فاهم العصايه ازاي، فاهم اللعبه ازاي، فاهم الدخله ازاي. اول ما احس اللي القاها بقت في هجوم على بعضهم بخش اتدخل هنا، فهماني، واقعد وسطيهم واحجسهم. بيجوا هم في اللحظه دي بيتفصلوا من هنا ويتفصلوا من هنا، فهماني ازاي. ويبقى كل واحد ايه يشوف غيره برضه، ويبقى في اثنين واقفين عايزين برضه يلعبوا. وبعدين هنا اللعب حاليا الدور يروح للي بعده. للي بعده دلوقتي حاليا اللعب يعني. اللعب انا مثلا نفسي العب مثلا مع الرايد ده، بعمل له كده بيقوم الرايد، بلعب معاه، بننزل، يبقى في احترام. حتى لو ما تعرفوش. حتى لو ما عرفوش. بس هي اللعب، بس هي اللعبه دي مع كتر اللعب فيها بيبقى في تعارف. ايه قوانينه؟ ايه اعرافه؟ والله قوانينه اهم حاجه الاحترام. الاحترام. اهم حاجه احترام اللعيب يعني، اللي الشخصين اللي بيلعبوا مع بعضهم يحترموا بعض. ده اول حاجه. ثاني حاجه فيها برضو فيها احترام في بدايه العصايه. ايه بدايه العصايه؟ يعني مثلا واحد كبير زي الناس اللي انت شايفاها دي، ما عمري ما ارفع عصايه من قبل ما هو يرفع العصايه. هو يرفع الاول. هو يرفع العصايه الاول وبعد كده نرفع معاه. هو مثلا بيقول لي مع احترامه الكبير، الرجل الكبير، يقول لي اتفضل عند الزمار. يعني معنى اتفضل عند الزمار يديني احترامي اللي انا اروح اشغل الزمار، اقول له اللي انا عاوزه. اعمل لي مثلا كذا، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا. اعمل اغنيه الفلانيه تحمس اللعيب عشان العب بيها. انا الصغير اللي انا بلعب معاه، الرجل الكبير اللي انا الصغير معاه، بقول له لا اتفضل انت يا حاج، يروح هو. فهماني ازاي؟ بنيجي هو طبعا في لعب العصايه، العصايه بكون تحت الاول، عمري ما ارفعها قبل ما هو يرفعها. طب وتجيب في نقطه الاول؟ رفعها وقعدنا نشال مع بعضين، مسكين العصايه كده، مسكين العصايه كده، ما لفش. ما تلفش. ابا ماسك العصايه، هو ماسك العصايه، لازم هو يلف الاول. يلف. اصول اللعب والادب. فهماني ازاي؟ لف هو الاكبر مني ده، انا الف وراه. الف وراه، جايب معي شمال، جايب معي يمين، انا اتلقاه.
عمر ما يجيب معاه عصاية. تجيبش معاه باب؟ لا ما يجيبش معاه باب خالص. اللي هي النقطة يعني. اللي هي النقطة دي، فاهمان ازاي؟ ده في اللي بيكون في ناس في مناسبة الأفراح. ليه راي ضيف عندي، فاهمان ازاي؟ أما لو في موالد ولقينا العين مش عين سترة زي ما بيقولوا والعبنة. عين سترة يعني عينه بكحة يعني. عينه بكحة مثلا، ده هو إيه؟ غدار مثلا في لعبه، حرام في اللعب بتاعه جوبا كده. غدار يعني يسيبك تتلفت ويروح ملفي. ممكن مثلا شمال يدالك يمين، يمين يدالك شمال، ممكن عورك تحت عورك فوق. مش تلقى انت طبعا دي ايه؟ دي حاجه مش مطلوب، مع ان كل التحطيب اللي احنا بنشوفه عندنا في التلفزيون على طول اللي بيغدروا وبيجيبوا في بعض. اما انا مثلا بلعب مثلا مع خالد، بلعب مع محمد، بلعب دي اداني عصايه بتلقاها، اديته عصايه بيتلقاها عادي بالحب وبالاحترام والتامل. حتى لو تعور، حتى انا برضه لو انا برضه اتعورت ما فيش مشاكل فيها. ليه؟ بيبقى ودي وبيبقى محبه. ممكن غلطه عصايه، ممكن غلطه دي، ممكن غلطه دي، فاهماني؟ تبقى الامور ايه؟ تبقى الامور عاديه يعني. سمعت ان انت فارس ممتاز. الحمد لله من زمان. بالمرماح وكل حاجه وكمان التحطيب. ايه اقرب لك؟ انا اللي احبها قوي قوي واحبها العاب العصايه. العصايه. انا على ابويا اصلا بلعب العصايه. هتكلم بقى دلوقتي عمدة مع على شويه العادات والتقاليد، فهنقول بقى الاستاذ احمد، استاذ احمد النجار ينضم لنا. مش مشاكل. كنت بتكلم معاه وقال لي حاجات جميله قوي نفسي الناس تعرف. ده ابن عمي ده واكبر مني في السن، برضه احترامه فوق راسي يعني. جميل. عايزين والنبي الله يخليك تقول له يجي.